ضمن فعاليات برنامج العمل الصيفي في مديرية عدوخالة في الإقليم الجنوبي، حيث يعمل في عد كتيب بضواحي عدوخالة 116 طالب في إطار برنامج العمل الصيفي الطلابي. يقوم هؤلاء الطلاب على إزالة الأعشاب وتنظيف الحشائش من الطرق الرئيسية وفتح قنوات المياه، بالإضافة إلى ذلك مساعدة أهالي المنطقة في تنظيف مزارعهم استعدادا للموسم الزراعي الجديد. كما يقوم هؤلاء الطلاب بأعمال أخرى تحتاج إلى جهودهم في أوقات فراغهم والاستفادة منها. سمي موسي جديد بهال يعني يوم تاسع عالكو إلا عامت السنة اللي حالفت أزق العصر حالف ليكو أزي يعني من مدرسة لما تسأكو سكندرت بهال أزي ديبا لأكان لتوزعكو ما عدو حيت عدو خطيت عدو خطيت بهال زي لا كان سنرك أكو شعب لقبا ولا لا كان لديبو توزعكو ولا لما انتقت لجفور الليت ما يعني عدو خالة لشعب لقبا مرة سنراك بها ليكو شغل قام من قبي ساعة سبع نستبدي ساعة سبع أسك ساعة عصر حتى وسر أسك ساعة كليما نشك يعني كم سل شغلنا لفتينا هو الأكل يعني مرة نشك شغلنا قام من قبي يعني أسنيوت لزرقيات. وأيضا في ضواحي عدوخالة في منطقة عاد قرما يتواجد 540 طالبة من طالبات برنامج العمل الصيفي يعملن في شق جداول المياه وردم الحفر وإقامة المدرجات الجبلية وقرص الشتول، حيث تم في شهر يوليو الماضي قرص ما يغرب 3614 شتلة وإقامة مدرجات بطول 544 مترا، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة التي أوفدت مراقبين لإخراج العمل وفق الأسس العلمية المطلوبة. وتنجز كل طالبة يوميا حوالي 5 أمتار من عملية البناء المدرجات، ويرافق هؤلاء الطلاب 6 من الإداريين و3 من وزارة الزراعة، وبينما تقوم إدارة مدينة عدوخالة بتوفير المناخ الملائم لهم وخاصة للطالبات. سمي جابرييلا جابراي بال كبيت مرتبار كاي متي كبسمرا مالتي ابزغاني زساتفل لله خبتها عدوخالة اب عدوخالة هاني زي نزالي كمون قد قال نخوت فسون نتكلنا أبزخ أبتي كنزال خلنا حدا حمش مترون حدا يتمهرين نزال مالتي دحريت مزلاي كاني نخوت حدا حمش قد قال تحون مالتي أبزي عدت هذا أبزي تم أبزخ أبينا تري ود لهم أبسمع إن عدت أماي نسرح والله لي أنا الخدمة للوطن ده مرة واحد أنا أحبه الما بعرف أنا هنا بيجي بعرفه والحاجة أي حاسة أنا كان اشتغلت هنا واحدة كمان تساعدني وخمسة متر بشتغل يعني بالساعات في عشرة نفر نشتغل 50 متر بالساعات واحد تقعد وواحد تشتغل يعني كويس. عزيز أنت مهرنا عبد الله مزلاي أب فلسي مثقال أب من محدارات تفعل لي محدارات قوة على حزبي عم قياد أفاينان ساوي حساب كفلي عم سراح أب طريت حكمنا توافين عزوز ترى عزر إعزر الوقت مهارين. أما في مدينة مندفرة يتواجد 439 من طلاب برنامج العمل الصيفي يقومون بأعمال صيانة الطرق وتنظيف قنوات مجاري مياه الأمطار وردم المستنقعات ومساعدة أهالي المنطقة في تنظيف ورش المنازل بالمبيدات الحشرية والقيام بعمليات التوعية الصحية. وفي داخل أرجاء المدينة، حيث كونفدرالية عمال أريتريا، يقوم الطلاب بعمل البلكيت وبناء أساس لدار الاتحاد العام للطلبة وشباب أريتريا فرع مندفرة. بالبداية أنا اسمي منصور محمد صالح فندي، جيت من مدرسة سمهر الثانوي
مصوع وجينا وزعونا هنا طلاب عام الصيفي في مندفرة. وقبل أسبوعين كده كنا نشتغل في كيلولي وفي شوارع، وأسبوع الثالث كده هنا في منطقة الشبيبة هنا في بليكاتي. أب نايز كتما ديقا استبالا شغل من قدتات مع الرأي بخلاي درجة كان هلتات نايماي متقان سلساي مسرت ناي همامتي مقعاتن مع الرأيين برابع درجة حج دمة أبزي ناي همامتي بلوكيتي أمسرح نركب لنا مالتي يجي أبزي ناي بلوكيتي بمأكلاي قمقم أب معالتي كان 150 كساب 107 حد حد جزيه دماغ كساب 300 يصرح له تمهارون أي بحق بعبي توفاين نتم صرح زلو بسي أما في ضواحي مدينة مندفرة في منطقة عبي عدي هنالك طالبات ضمن برنامج العمل الصيفي، وقد قامت وزارة الزراعة بتقديم المعدات والأدوات اللازمة للعمل من توفير الشتول وكميات المياه، وأن العمل يسير وفق ما رسمته وزارة التعليم لإنجاح برنامج العمل الصيفي لهذا العام. ويقول المعلم ياسين المشرف على الطالبات حول طبيعة الأعمال التي يقومن بها. أبزين صرح وزلنا صراحتك كم مقرب فلسي وين متكال زالا زتبالا شوي معراي أبكومينا توافيرنا زلنا كساب حجي كساب عسر تحمش شحزا كل قدقاد كويتنا شعة تشحن حمش ميتن زخون أوريدي تخيلنا لنا تزترفي حمش ميتن حمش شحن قلنكا بحجة تكالي أبزي نزلنا نابزي بعال منيستر كفل حرشة بزح متحجازن متحوار ناري أنا تي حدا متحوار انتايو أبجزي وأفتن يدليو فلسي من سأني تقدن على حاجة زر لبزي أفتن دليو وان سلير مثلا أفتن دليو وان كاي تكلم لنا كوا حليفوين إن من دفرة شعت 10 كيلومتر رحق اللوزي كن نيرا نيراك في الحرشاوين نايماي حاجة تقبر لنا. اسم فاطمة إبراهيم إسماعيل، المدرسة الأمل النموذجة العربية، جاية من أسمرة والزعارف من دفرة هنا في ضواحي عابي عدي. طيب عملكم هنا من الصباح حتى المساء كيف، وإيش هو الشغل اللي أنتوا اللي اشتغلتوا لحد الآن؟ والله بالنسبة للشغل من الساعة 8 للساعة 11، والشغل يعني بنحفر حفر وبنعمل فيها شتلات وبنزرع شتلات دي، والشغل يعني هنا كويس مرة. أما الجزء الثاني من طالبات في عبي عدي يقومن بتعبيد الطريق المؤدي إلى عرزة وصيانته من الأتربة وردمه بالحجارة والوقوف على احتياجات أهل المنطقة من خلال تسخير طاقاتهم في عملية البناء والتعمير. أما أوقات فراغهم يتم الاستفادة منها في الأعمال اليدوية والبرامج التثقيفية الأخرى.